هذا الخلل ليس بجديد، هذا الخلل هو كمشكلة بسيستم إدارة الملف المياه على العقود الماضية، لم تكن هناك اهتمام في موضوع معالجة المياه الناتجة عن الصرف الصحي. هذا الموضوع قديم ليس بالجديد، يعني الإدارات الموجودة في المستشفيات القطاع العام وبعض المعامل الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج الوقود وصناعة الوقود هو مشاكل قديمة، هي إهمال بثمانينات القرن الماضي تجمعات وبدأنا، لأن الإعلام بدأ يراقب ويشوف ونحكي ونسولف، بدأنا نعرف هاي المشكلة. هي مشكلة من مطلع ثمانينات القرن الماضي، النظام السابق انشغل بالماكنة الحربية وأهمل البنى التحتية، وهذا يعني أكثر من 4 أو 5 عقود، يعني إيش تترجى شلون يكون الوضع البيئي في العراق؟ فأكو إهمال خلال هاي العقود الماضية.